مين فينا مش نفسه يبقى جامد في الانجليزي وهو بيتكلم كده الناس تحس ان هو جامد كده وبيتكلم بشكل احترافي والاكسنت بتاعته حلوه وفلوينت ان انجلش. النهارده بقى جايب لكم مجموعه كلمات لو استخدمتها في الكلام بتاعك هتبان انك انت جامد اخر حاجه في الانجليزي. انا اسمي احمد حسن وانتوا تتفرجوا على قناه Learn Different Academy. اول كلمه معانا هي كلمه confront. confront معناها انك تواجه شخص معين وجها لوجه، انك تقف قصاده وتتحداه وتحط راسك براسه. For example مثلا I got confronted by one of my fans and he said you're lying. يعني انا اتواجهت من واحد من المتابعين بتوعي وقال لي كده وجها لوجه انت بتكذب يا ابو صلاح. ما اعرفش مين ابو صلاح ده بس ماشي. تاني كلمه معانا وهي كلمه coherent، ولما توصف حاجه بان هي coherent معناها ان هي منطقيه وماشيه بشكل محكم وشكل منطقي وتسلسل منطقي. فمثلا لو عايز اقول ان انا عندي خطه محكمه وخطه منطقيه علشان ابقى مشهور على السوشيال ميديا هقول I have a coherent strategy to be famous on social media. يعني انا عندي خطه محكمه. ثالث كلمه وهي كلمه empathy، وempathy معناها تعاطف، انك تتعاطف مع شخص او تتعاطف مع شيء معين. For example مثلا when you fight with someone there won't be much empathy between you and him. يعني لما تتخانق مع شخص مش هيبقى فيه بينك وبينه تعاطف كبير، انتوا كلكم هتفضلوا تدبوا في بعض ومحدش هيسمع على حد يعني من الاخر. رابع كلمه معانا وهي كلمه ويدي. ويدي المفروض تقولها كده، عايز تقولها ويتي براحتك بس هي المفروض تقولها ويدي. ويدي في الامريكان اكسنت، ولما توصف شخص بان هو ويدي معناها ان هو سمارت يعني ذكي وكمان فاني يعني مضحك. فور اكزامبل مثلا I met a guy in the party and he was so witty. يعني انا قابلت شخص في الحفله وكان دمه خفيف جدا وكان بيعرف يضحكنا وكان ذكي جدا 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 في الحفله. خامس كلمه وهي كلمه فابريكيت، وفابريكيت معناها زي ما احنا بنقول كده عندنا في المصري متفبركه، يعني مزيفه مش حقيقيه، حاجه وهميه. فور اكزامبل مثلا This story isn't true, it's fabricated. يعني القصه دي مش حقيقيه، دي قصه مزيفه ومفبركه. سادس كلمه وهي كلمه inhabitant، ممكن تقال inhabitant بالشكل ده او ممكن تقال inhabitant عادي، ممكن تقولها كده وممكن تقولها كده. والكلمه دي معناها ساكن من السكان او واحد مقيم في منطقه معينه او في مكان معين. For example مثلا the United States of America has many different inhabitants from all around the world. امريكا فيها سكان وقاطنين مختلفين من اماكن مختلفه في جميع انحاء العالم. سابع كلمة معانا النهاردة وهي كلمة reckon. reckon تساوي believe، يبقى لما أقول I reckon معناها I believe. I reckon it's gonna rain tomorrow. يعني I believe it's gonna rain tomorrow. يعني أعتقد إن هي هتمطر بكرة. آخر كلمة معانا النهاردة وهي كلمة rifle. وكلمة rifle دي معناها إنك أنت تقعد تنبش في حاجة وأنت بتدور على حاجة معينة. يعني أنت وأنت عمال تدور كده تقعد تنبش بإيدك وتقعد تعمل الحركة دي. فالحركة دي اسمها rifle to rifle. فمثلا لو أنت كنت ماشية في الشارع وطلع عليكي واحد وثبتك بالسلاح وعايز ياخد الفلوس اللي معاكي فراح ماسك الشنطة وقعد يدعبش فيها كده عشان يدور على الفلوس، فهتقولي إيه عشان توصف الموقف ده؟ The mugger rifled my bag while searching for money. يعني المجر اللي هو قاطع الطريق قاعد يقلب ويدعبس في الشنطه بتاعتي ويرمي الحاجه يمين وشمال عشان يدور على الفلوس. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات القديمه والجديده، وفعلوا جرس الاشعارات علشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه على طول. كان معكم احمد حسن من قناه Learn Different. See you later.